وعدت كل من تشاد والسودان بمواصلة تطبيع علاقتهما في ختام مناقشات وفد تشادي رفيع المستوى ومسؤولين سودانيين في الخرطوم. ويغلب التوتر على علاقات الجارتين بسبب حركات التمرد النشطة في كلا البلدين. وقد وقع طرفان في قطر في مايو أيار الماضي اتفاق مصالحة ينص على مراقبة حدودهما المشتركة لمنع تسلل المتمردين من الجانبين.